فكره هنا ان احنا بيبقى عندنا يعني او كراش حريص ان هو يزج بوجوه جديده للماتشات، ويمكن وجوه جديده مش دوليه اول مره تشارك بشكل دولي. ده بتشوفه ازاي؟ لمصلحه اصلا المنتخب ام لا؟ ولو هو مش لمصلحه المنتخب، طب كان المفروض الحل يتم ازاي؟ لا، ما فيش شك ان مصلحه المنتخب انه يدفع بوجوه جديده، لان ده برضو بتبقى حاجه جيده، لانه في البطولات اللي زي دي ممكن هو يدفع بنجم او اثنين من الدوري المحلي، بحيث ان هو يشوف امكانياتهم على المستوى يشوف امكانياتهم في المباريات الحقيقيه يعني الاصليه، في المباريات اللي هي معقوله يعني. لكن دايما المنتخبات، دايما المنتخبات ما بتبقاش حقل تجاره. ايوه، دايما ليه بيعملوا ناشئين منتخب اولمبي او شباب منتخب اولمبي؟ علشان التدرج ده يبقى اللعيبه اخذوا كم من الماتشات الدوليه، بحيث ان لما يطلع للفريق الاول تؤهلهم بقى للمشاركه بشكل فعال، عنده من الخبرات ان هو بالنسبه للتكتيك، بالنسبه للتدريبات، بالنسبه للمقابله الجماهير، بالنسبه للتكتيك اللي بيلعب بيه اكتر من تكتيك بيلعب بيه في المباراه، كل الامور دي بيبقى اللعيب عنده كم من الخبرات، 50 60 مباراه دوليه. فلما الفريق الاول بيجي ياخده او المنتخب الكروش لما يجي ياخد بحيث ان هو يستطيع انه يبقى نسبه نجاح اللاعب نسبه كبيره، ما يبقاش بيطلع يلعب ماتش وخلاص والموضوع ينتهي. فالامور دي طبعا بتبقى جيده، بس ما تبقاش بكثره كبيره، لان انت عندك قوام للمنتخب. لما اقول لحضرتك مثلا منتخب اسبانيا، منتخب بلجيكا، هتلاقي العناصر الاساسيه بتاعته موجوده. اربع خمس من كاس العالم هتلاقي منتخب بلجيكا هو هو، منتخب انجلترا هو هو.